يعطيكم العافية. اليوم توفرت عندنا ولاعات مميزة راح تفيدكم بعدة استخدامات، بالإضافة أنها تشتغل من خلال الليزر وتنشحن شحن، يعني ما راح تحتاجون لا غاز ولا كاز لتشغيل هذه الولاعات. الولاعات هي ولاعات إكسبلولر، راح تكون ولاعات بحجم ممتاز، فيها أكثر من ميزة، بداية أنها ضد الصدمات ضد الماي، وأيضا فيها قفل إضافي بهذه القطعة، مجرد ما نضغط راح تتبطل معانا الولاعة، ومجرد ما ندوس راح تشتغل معانا عن طريق الليزر. اللي يميزها أنها ضد الهواء، فإذا نفخنا عليها راح تتم شغالة معانا بشكل ممتاز. طبعا راح تفيد الناس اللي تطلع طلعات بحر على سبيل المثال، ما تشتغل معاهم الولاعة لأي سبب، إذا كان الهواء إذا كان الماي، فراح تفيدكم بشكل ممتاز. غير هذا راح يكون فيها ليت من الخلف، راح يشتغل بثلاث مستويات، هذا المستوى العالي، نطفي نشغل راح تشتغل بمستوى أقل، نطفي ونشغل راح تعطينا التتريك. فراح يكون فيها عدة استخدامات، تقدر تثبتها على الجنطة على سبيل المثال، ونفس ما ذكرنا راح تكون من خلال الشحن، تقدرون تشحنونها عساس تستخدمون الولاعة، وهذا منفذ الشحن الموجود. مع هذه الولاعة راح يكون عندنا واير التايب سي، بالإضافة إلى هذا العلاق عساس تثبتونه بالولاعة وتقدرون تستخدمونها بكل سهولة. غير هذا متوفرة بخمس ألوان مختلفة، عندنا الأحمر، أسود، أزرق، برتقالي، وأيضا الكاموفلاج. الولاعة قيمتها 6.5 دنانير، حاليا متوفرة عندنا بالفرعين سواء الشويخ أو أسواق الجرين، بالإضافة إلى الأونلاين. بحط لكم لينك للي حاب يطلب، أو تزورون الأفرع وتحصلونهم موجودين. حياكم الله.